إلا أن حمل قميص الهلال وقام بحركة وصفت بغير اللائقة، إذ وضع القميص تحت سرواله الداخلي كما يظهر هنا في الفيديو، ليعود بعد لحظات ويرميه لجمهور الهلال، وهو ما رآه الجمهور طبعا منافيا للروح الرياضية. إلا أن حمل قميص الهلال وقام بحركة وصفت بغير اللائقة، إذ وضع القميص تحت سرواله الداخلي كما يظهر هنا في الفيديو، ليعود بعد لحظات ويرميه لجمهور الهلال، وهو ما رآه الجمهور طبعا منافيا للروح الرياضية بين النوادي. التعليقات طبعا ملأت مواقع التواصل، منهم من برر لرونالدو تصرفاته ومنهم من اعتبر أنها مسيئة. هنا الأمور تخرج عن السيطرة يا دون. مسلسل أزمات كريستيانو رونالدو في السعودية عرض مستمر، طالب بطردها تصرف مشين من كريستيانو رونالدو مع حكم الديربي الهلال والنصر. السلام عليكم. لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشترك في القناة وتفعيل زر الجرس. مساكم بالخير، عندنا سحب على 100 جوال 14 برو ماكس وسحب على 100,000 جنيه مصري. كل الشروط تتفرج على 30 فيديو سابقين على قناة كورة شراب، وتكتب تم في التعليقات على 30 فيديو وتشترك في القناة. الأمور تخرج عن السيطرة يا دون. مسلسل أزمات كريستيانو رونالدو في السعودية عرض مستمر، كل ما حدث من كريستيانو رونالدو في كفة الوقائع السابقة كان في كفة، ووقعت إهانة شعار نادي الهلال كان في كفة أخرى، لأنه جاء تحت عنوان التصرف المشين والغير أخلاقي دون احترام الجماهير والشخصيات العامة في المملكة، بل لم يحترم فيه رونالدو تاريخ نادي كبير بحجم الهلال. الوقعة بدأت عندما ألقى أحد مشجعي الهلال وشاح يحمل شعار النادي خلال دخول لاعب النصر للممر المؤدي لغرف خلع الملابس، ليلتقط رونالدو بعدها الوشاح ويقوم بحركة غير أخلاقية خارجة تماما عن الروح الرياضية. وأثار تصرف رونالدو ضجة كبيرة في السعودية، خاصة من جانب جماهير الهلال التي طالبت بتوقيع عقوبة على اللاعب وضرورة تدخل لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لإيقاف اللاعب عند هذا الحد. تنص لوائح القانون السعودي على أن أي فعل فاضح علني يعتبر من الجرائم المستوجبة للتوقيف والإبعاد والطرد من المملكة. إذا وقعت هذه الواقعة وصدرت من لاعب أجنبي، ولذلك يجب على رونالدو العودة إلى صوابه والإبتعاد عن هذه التصرفات حتى لا يتعرض إلى خطر الرحيل وفقا لما تم إدراجه في القانون السعودي المعمول به داخل المملكة. طالب بطردها تصرف مشين من كريستيانو رونالدو مع حكم الديربي الهلال والنصر. تورث رونالدو في وقعة غير أخلاقية في موسم 2022-2023، وكانت أمام نفس الغريم التقليدي الهلال، وبالتحديد في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري السعودي. وقام رونالدو بحركة اعتبرها البعض فعل فاضح وغير أخلاقي يستوجب العقوبة، وذلك خلال خروجه من ملعب اللقاء خلال هتاف جماهير الهلال باسم ليونيل ميسي، وطلب وقتها العديد من الجهات ضرورة التدخل لطرد كريستيانو رونالدو من المملكة السعودية بعد هذه الواقعة، بجانب تحرك أحد المحامين لرفع دعوى ضد اللاعب لفتح تحقيق رسمي معه. ونجا رونالدو وقتها من العقوبة بالرغم من أن هذه الواقعة الغير أخلاقية تسببت في طرد لاعب سابق من المملكة العربية السعودية خلال موسم 2008، وهو الحسن كيتا لاعب فريق الاتحاد السابق، بعدما كرر نفس الواقعة خلال مواجهة الشباب بنهائي كأس الملك، وأصدرت لجنة الانضباط وقتها قرارا بطرد اللاعب الغيني من المملكة وإلغاء عقده مع الاتحاد ورفض منحه جميع المستحقات، بالإضافة إلى تقديم شكوى ضد اللاعب للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا مع منعه من دخول المملكة مجددا والانضباط لأي نادي سعودي في المستقبل، لكنه عاد إلى الشباب في 2011 بعد قرار العفو. كريستيانو رونالدو وأزمة جماهير الاتحاد لا أسمعكم. بين ميسي ورونالدو، أجاب داني كاربخال لاعب ريال مدريد على سؤال الأفضل بين كريستيانو رونالدو زميله السابق في الفريق ولاعب النصر السعودي الحالي وليونيل ميسي لاعب انتر ميامي الأمريكي، وقال الظهير الأسباني في حوار مع دانيال هبث: أضع الثنائي في نفس المستوى، أنا لا أفضل أحدهما على الآخر، إنهما وحشان بمعنى الكلمة. وأضاف أيضا: لا أستطيع الاختيار بينهما، أعتقد أنهما مختلفان تماما. وتابع أيضا: ميسي لاعب قادر على العودة واستلام الكرة وصناعة الهجمات وبعد ذلك يشارك في اللعب. وأنهى حديثه قائلا: رونالدو وحش في تسجيل الأهداف والهجوم في منطقة الجزاء والإنهاء، لو لعب الثنائي معا كان مثل القنبلة، وكان من المثير للاهتمام أن نرى ذلك. لست أفضل من رونالدو. فيرمين بيريز يهدد مستقبل فينيوس في ريال مدريد: يبدو أن المستقبل لا يخبئ مسيرة أسطورية لفينيسيوس جونيور داخل جدران ريال مدريد رغم كونه أحد أبرز نجوم الفريق في الفترة الأخيرة. وذكرت صحيفة ماركا الأسبانية أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد
يعتقد أن فينيسيوس لا يملك الملف الشخصي ليكون رقم واحد في النادي الملكي، وأضافت يارا بيريز أن كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان هو الأقدر بهذه المكانة في الميرينجي، لذا سيسعى للتعاقد معه في الصيف المقبل مجاناً بعد انتهاء عقده مع النادي الباريسي. وبدأ فلورنتينو بالفعل في بناء فريق جديد بضم الثنائي الفرنسي كامافينجا وتشواميني بمقابل 120 مليون يورو بعد صراع مع بي اس جي، بالإضافة إلى جود بلينغهام نجم دورتموند. ولفتت الصحيفة إلى أنه إذا جاء اليوم الذي يرتدي فيه مباب اللون الأبيض فسوف يرى فينيسيوس ما سيحدث عندما يضغط على الزر الأحمر لطرده من النادي للمساعدة في تمويل عقد كليان. وختمت على فينيسيوس أن يلاحظ جيدا ما حدث لكريستيانو رونالدو اللاعب الأعظم في تاريخ ريال مدريد الحديث الذي غادر العاصمة الإسبانية من الباب الخلفي، وما زال بيريز يتحدث عنه بسوء حتى اليوم. انتشر مقطع فيديو جديد يجمع بين الأسطورة البرتغالية والمستشار تركي الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه. رونالدو ظهر في الفيديو مع الشيخ وهو مندهش من قلة عدد الجماهير النصراوية في مدرجات المملكة أرينا، حيث سأل رئيس الترفيه عن هذا الأمر في إشارة ربما إلى استحواذ عشاق الهلال على كافة التذاكر وتعرض كريستيانو رونالدو لمضايقات عديدة من جماهير الهلال طوال دقائق الدربي، والذين ظلوا يهتفون باسم غريمه الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي في وجهه. السبب نجم الهلال الشيخ يثير غضب صديقه كريستيانو رونالدو بعد هزيمته في كأس موسم الرياض. لماذا قام كريستيانو رونالدو بهذا التصرف الفاضح؟ سؤال طرحه الملايين حول العالم بعد الفيديو المشين المنتشر للأسطورة البرتغالية على هامش درب الرياض الكبير بين الهلال والنصر. رونالدو خسر مع النصر لقب كأس موسم الرياض 2024 بعد السقوط في الدرب أمام الهلال بهدفين دون رد على ملعب المملكة أرينا معقل الزعيم الجديد مساء أمس الخميس. وبعد انتهاء الدربي انتشرت مجموعة من الفيديوهات تظهر قيام الأسطورة البرتغالية بتصرفات مشينة، أبرزها عندما وضع شال الهلال داخل ملابسه في المنطقة الحساسة بجسده على رأسهم كريستيانو رونالدو قائمة الرياضيين الأعلى دخلا في العالم. يتواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على رأس قائمة الرياضيين الأعلى دخلا في العالم بنهاية عام 2023. والآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بآرائكم في التعليقات. ما هو سبب أزمة كريستيانو رونالدو؟ لا تنسوا أن تشاركوا بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أول بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي.